أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. كما أفادت مصادر في قطاع غزة بانقطاع الكهرباء تماما عن مستشفى العودة شمال القطاع. وحملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية. طلعوني من تحت الردم، طبعا تعالجت بمستشفى الشفاء، كنت بقسم العناية قسم الطوارئ، نقلوني من قسم الطوارئ لقسم الولادة. في قسم الولادة كان في اشتباكات عنيفة جدا جدا دائما بنسمعها، كانت تتأثر علينا وعلى حياتنا وعلى المرضى. وبعد كذا يوم تم استهداف المبنى نفسه اللي احنا موجودين فيه، واستشهد راجل كبير بالعمر. لما نستهدفوا المبنى اضطرينا ان احنا ننزح رغم الإصابة ورغم التعب والوجع، اللي انا طلعت انا واولادي لحتى نلاقي مكان آمن. اتصابت من الحرب وطلعت على مستشفى القدس، وقعدت في مستشفى القدس حوالي 15 يوم لعند امبارح اجت الدبابات لعند مستشفى القدس ورا مستشفى القدس. بناء عليه قالوا لنا الصليب اليوم بدنا نطلعوا على الاقدام، ما فيش سيارات الصليب الاحمر، لكن سمحوا لي اخذ هذه عشان مصاب وعاجز واطلع عليها، واولادي هم اللي قعدوا يزقوها من مستشفى القدس لغايه هنا.